ابن ديالها وطلع فوقها وبغى يدير عليها شي حوايج خايبين وضربها وتيطبس فيها. كيقول لك الاخ ياسين تيقول ربيتي هزيت واحد المانجو واحد العصا وتميت خارج تنجريت خرجت عليه تمايا قلت له بقيت نتخاور معاه تنقول رمي الجنوية خرجوا كلو شي هو ملي شافني جاي لعندو خصو يدو هكا في الصاك وبقى خاشية تيتسناني نقرب حداه باش يجبدها يضربني فراس الدرب هاز واحد الصاك وغادي يرقب وغادي منين طلقاني قال لي فين اخي عمر هو منين انا بغيت نجي لعندو نتبتو نضربو دابا راه الحمد لله بدات بعدا تصفات وجهها بعدا ما بقاش داك الضارب وداك الزروك هي ما بقاتش ولاني واخا تشوف لها وجهها برا وهداك الشيء النفسيه الداخليه ما غاز فهمتيني النفس بنادم مرضى ملي جيتو نتوما وجاو الناس كاملين الصحافه نشكرهم نتوما بزاف بزاف تيصوروها وتيهضروا معاها عندك الساعة خويا من درنا معاها مسكينه راه شي حالتها انت راك صورتي معاها وشي حالتها مسكينه لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل الله ياخذ فيها الحق هذيك النهار اخويا في العشيه ملي سالينا داك الشيء انا هابط بحالاتي حيت انا اللي عطيت النمره ديالي حطيتها انا عندكم باش يصونيو عليا الناس دي التليفون ديالي اللي عند الاخت ديالو خليت عندها التليفون تمايا واحد شويه وانا بغيت نمشي نجيبو حيت يصونوا عليا مولين الدار بغاوني قصيت في الدار صونوا عليا بغاوني على شي حاجه خصني نمشي نجيبو غادي نجيبو بحال هكا وانا تنلقاه في الصدفه في راس الدرب ديال الاخت ديالو في راس الدرب هاز واحد الصاك وغادي يلقب وغادي منين طلقاني قال لي فين اخي عمر هو منين انا بغيت نجي لعندو نتبتو نضربو وشنو دار هو ملي شافني جاي لعندو خصو يدو هكا في الصاك وبقى خاشيه تيتسناني نقرب حداه باش يجبدها يضربني وانا حسيت به حيت انا عارفو ما كنتش عارفو فيه انا عارفو فيه تيغفل بنادم وفيه هادشي ولاني ما كنتش عارفو تيدير هادشي لوالديه وهاد العالم هذا ما عمري نتوقع منو يخرج هادشي هذا حيت بنادم كابر معاك من الصغر ضروري غتكون عارف عليه بزاف د الحوايج فهمتيني كبر معاك ما خلينا لا بيسين ما خلينا اي بلاصه تنمشيو لها بجوج ما خلينا اي بلاصه تطيح لك على البال لقينا الكوديم كنا تنتبعوها اي حاجه تطيح لك على البال كنا تنمشيو لها بجوج واصدقاء صحابنا اخرين عاوتاني بلا ما نجبدوهم هذيك اللحظه اخويا ملي لقيته جبد الجن هذا بعدا تيقول لي فين اخي عمر تيتبتني باش نقرب حداه وانا حسيت بيه عنده جنويه ملي مشيت هكا لقيت واحد مشيت تنجري عند خشو علمتها وصونيت عليه الاخ ياسين هزيت واحد المانجو واحد العصا وتميت خارج تنجريت خلطت عليه تمايا قلت له بقيت نتخاور معاه تنقول رمي الجنويه خرجوا كروسيات فهمتيني هو الجنوي تيقول لي سير بحالك تنقول له ما غنمشيش ليهم وما نتفقش معاك ما غنمشيش يعني ما قتلني ولا نقتلك بقيت معاه هكا تنتصارع معاه حتى جا الاخ ياسين والاخ يونس هو تنشكرو بزاف بزاف جا ديك الساعة صافي تا بغينا نضربوه بحال هكا يلا قربنا له عنده بغينا نضربوه تدخلوا البوليس الامن قال لك ما تضربش صافي حتى هو الجنوية صافي تمينا طلع في الصطافيط مشى وين بغيت نعرف انا واحد المسألة منين تقبض هو ما بحال اللي ما بقاش فيه الحال هادشي اللي دار ولا ما بحال هادشي اللي دار مثلا ما داروش بحال اللي تقول ما داروش فهمتيني تيضحك فرحان ما فهمت حتى حاجة انا في هادشي هذا بحال اللي ما داروش واش ما فهمتش واش بنادم مريض نفساني ولا الله اعلم لا اله الا الله وصف واش بنادم يدير اصاحبي نموت الحالة ويبقى يضحك راه حشومة صاحبي هي بوعر دير لامك الحالة تبقى تضحك راه بحال اللي ما داير حتى حاجة شوم بزاف كان صاحبي ما يشرفنيش يكون صاحبي هذاك كبرنا انا وياه خويا كي ما نكذبش عليك انا بنادم كبرت معاه كبر انا وياه بحال الخوت ما عمرني نتوقع منه حيت اختو مسكينه رباتنا ملي كنا صغار رباتنا راه كبرنا انا وياه ما خلينا لا بيسين كي قلت لك ما خلينا حتى بلاصه فهمتيني ما خلينا حتى بلاصه انا وياه كنا تنلعبوا ملي كنا راك عارف الطفوله كي دايره ما عمرني نتوقع من داك الانسان غيدير لمو انا هاد الحاله هادي وصدمني نير عصابي قبضني انا والله نير عصابي شدني في هادشي اللي وقع انا في هاد الجريمه اللي دار داك لا اله الا الله صاحبي حشومه عليه بزاف اصاحبي امي فاتحه مسكينه حاليا مريضه وباب وشاتها هو مسكينه صاحبي النفس ديالهم دابا واخا هي تبان لك صحيحه من وجهها دابا راه الحمد لله بدات بعدا صفات وجهها بعدا ما بقاش داك الضارب وداك الزروك هي ما بقاتش ولاني واخا تشوف لها وجهها برا وهداك الشيء
النفسيه الداخليه ما غاز، فهمتيني؟ النفس دي بنادم مرضات، النفس ديالها مرضات. حيت علاش؟ حيت راه ولد الابن ديالها وطلع فوقها وبغى يدير عليها شي حوايج خايبين وضربها وتيطبس فيها، كي قال لك الاخ ياسين تيقول ربيتي ما بزاف الحوايج، وهادشي راه حشومه بزاف اصاحبي، عيب. وحنا دابا تنعيشو في دوله اسلاميه صاحبي، تبارك الله، المغرب زوين وكلشي زوين، والله يهدي ما خلق وصافي، الله يهدي ما خلق وصافي. ما نكذبش عليك، لا العفو، هذاك النهار ما توقعتش منه انا يدير هذيك الحاله لامي انا كاع، والله ما توقعها منه، انا مازال مصدوم حاليا، والله انا مازال مصدوم. ديك السيده صاحبي ما حيت كبرت انا وياها، انا التينا زدت كليته نيار عصبي قبضني في هذاك الشيء. انا ما حيت كابر الانسان من تكون كابر مع من الصغر وتيصدمك تيدير شي حاجه خايبه اكثر من القانون وتيصدمك، راه ضروري غتمرض غتكتئب حتى نتايا، غتقول ويلي راه واحد لي سيمانه وانا تنحلم بهذا الشيء هذا، ما تنعاش تجيني تلقى الناس بحال هكا تضرب لي فيها، تنتفكر هادشي تيبقى يتعاود لي في دماغي، هادشي اللي تيوقع لمو، هادشي اللي دار هو. حتى انا تنتفكر ديك الايام اللي عشنا طفوله وهداك الشيء اللي عشنا، راه ما ساهلش بنادم تكون عايش مع واحد القصه زوينه، تكون كافر مع انت وخوت تديرو بحال خوك وتتعامل معاه زوين وتتعامل معاك مزيان وتيصدمك في نفس الوقت، راه لا اله الا الله. هادشي راه عيب وعار صاحبي اللي دار، حشومه، عيب وعار بزاف 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 حشومه. مرة تنطل تمشي نطلع عليها، مرة تمشي نطلع. دابا حيت وليت مشغل تاني تنبيع ونشري، راك عارف الله يحسن العوان، ولينا تنبيع ونشري في السويقة هنايا. مسكينة خويا ما نكذبش عليك، راه حشومة صافي، النفسية ديالها راه مريضة، ما خاوكك مريضة. وباب وشها مسكين مؤخرا مشيت لعندو تمايا، فين عندو تما في تيبيع الكارو في حدا ويسلان حدا البريكاد، مسكين تا هو صاحبي تلقى نشوف فيه تيبقى فيه يا صاحبي حشومه صاحبي، باك مسكين بحالو هكاك ودير له انت ديك الحاله صاحبي، راه لا لا ما عمري توقع منه. كي قلت لك انا هاد السيد هذا، انا السيد ما خلينا انا وياه تاقن بلاصه، كنا تنتريني انا وياه، ما عمري توقع منه انا. هو واحد الايام ولا مبلي خرج للبليه، دابا راه منين راح لهم لهنا، راح لهم عندنا شي 8 سنين ولا هكاك، هو خرج هذيك الساعه تبلا، ديك الساعه منين راح لهم لهنا كانت تبلا، ديك الساعه تيكمي ولا تيكمي فهمتيني، تيكمي الحشيش ولا مبلي شراب كذا مبلي ديك الساعه. والحمد لله حنا بعدا تبلينا بلونطريم، والحمد لله دار فضل من عند الله ورضا الوالدين، اللهم لك الحمد. ودابا انا نقول لك واحد المساله، والله اخويا الا وليت ندخل السويقه ولا شفت شحال من واحد تيقول لي تبارك الله عليك تيشكروني، تيديروا لي دابا يا صاحبي دير واحد مسكينه مرا كبيره توقف عليا تبغي تبوس لي كتفي، تنقول لها حاجه المهم تبغي نبوس، انا نبوس لها راسها، عرفتي؟ الناس تيشكروني بزاف وتاني تنشكرهم بزاف، هادشي راه واجب علينا، واجب على اي واحد في قلبه الانسانيه ديال هادشي وكثر كاع، وهادشي اللي في قلبه كي قلت لك الانسانيه، قلبه في الايمان في قلبه، راه ما يشوف هادشي تيوقع قدامه راه ما غايصبرش، واخا يكون ما عرف شنو راه ما غايصبرش، حيت حشومه صاحبي. حنا في دوله اسلاميه صاحبي، وبنادم ما صاحبي لا اله الا الله صاحبي، نوصل اخويا الرساله، بنادم ما يتبع لاصال، يتبع الرياضه، ما يمشيش لهذاك، ما يمشيش للحشيش، ما يضيعش راسو ويضيع والديه معاه. وبنادم تيقلب، بنادم ما يبقاش يقلب على المشاكل بزاف، راه باش ما يبقاوش يتكرفصوا عليك والديك، تتكرفصوا معاك والديك، يبقاو تابعينك موراك في الحباسات وبزاف د الحوايج، فهمتيني اخويا؟ بزاف د الحوايج. بنادم صاحبي تيبقى يدير المشاكل وتيهبط للحبس، وشكون اللي تياكلها؟ تتاكلها امو مسكينه ووالديها صاحبي. هاد المساله هادي راه قليل اللي عارفه، بنادم تيضرب تيدير المشكل، ملي تيهبط للحبس اخويا راه سقط مسكينه الام صاحبي، تتكرفص الاب، راه ما تيتكرفص حتى شي واحد من غير الام والاب صاحبي. هذا انا نقولها لك انا نيش انا وكايا. وشكرا بزاف بزاف اخويا، وتنشكروا الناس وتنشكروا كاع الناس اللي تفاعلوا مع ديك الام فتيحه، وتنشكركم حتى نتوما الصحافه بزاف بزاف، وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.